اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليك السلام، اتفضل يا محمد. يا الحمد لله الذي جعل في لسانك الحق في نصرة أهل السنة، ألف مبروك يا شيخ الإسلام الله يبارك فيك، ريس نسأل الله الإخلاص، إسماعيل. نسأل الله الإخلاص، ربنا يبارك فيك. شيخ راح أقول لك شغلات بتدليسات علاء المهدوي هناك في المناظرات اللي اكتشفتها، والله هو كثير دلس. نعم. علاء المهدوي دلس بأكثر من موضوع، أولها في تفسير القرطبي لقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. والله والله تالله بحثت هذا التفسير بأكثر من سورة، هي مكتوب هذه الآية بأكثر من سورة، لم أجد التفسير الذي وضعه علاء المهدوي. هو على اساس ان انا طرحت الايه اللي انت طرحتها، وهو جاب ايه تانية، هو جاب ايه: ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله فانه فكون. دي ايه تانية، يعني زور الايه اساسا. يعني انا جايب الايه من اول المناظره: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. تمام، هو جاب ايه تانية اساسا وجاب تفسير الايه التانية، او هو اساسا ما قراهوش. يعني انا جبته له برضه ان هو بيتكلم عن المشركين، يعني حتى لما زور الايه وجاب آية تانية أنا جبت له الآية التانية وما طلعش فيها الكلام اللي هو بيقوله. شيخ، فهناك احتمالين: الاحتمال الأول أنه هو كان يدلس يتعمد التدليس، والاحتمال الثاني أنه هم يرسلوا له الوثائق وهو لا يعلم، لا يقرأ، لا يقرأ شيئا ما في نعم. الكتب، فشنو يرسلون الوثائق وهو لا يفهم، لا يفهم، فقط يطرحها. صحيح. جاهل، يعني علاء المهدوي جاهل، لا يفهم ما في كتب، ما لا يفهم، صحيح والله. فقط كلام ويدلس. صحيح والله. الله. وحتى اسمع شيخ، شي يقول 20 عالم كذب، يعني لو نقول عالم عالميا أخطأوا نقول هذا الشيء منطقي، لكن 20 عالم من الشيخ الصدوق الحد مكارم الشيرازي كلهم أخطأوا، لم يراجعوا أخطائهم. والله عجيب هذا، وما في حد ولهم تكلم، بالتفضل يعني ما في حد ضحى اقسام التوحيد. يا عم دي حماقه، دي اسمها حماقه. لما يبقى 20 واحد، ده دول اللي احنا بحثنا عليهم بس في اليومين، تخيل لما يبقى 20 كتاب ل20 عالم قالوا بتقسيم التوحيد، ده منهم اللي قسموا الخمسه، واللي منهم اللي قسموا ال16، ومنهم اللي قسموا ال13. يعني تخيل لما دول يبقوا العلماء دول ويجي يقول لك لا دول اخطاوا. يا عم ده انت اللي مخطئ، مش هم اللي اخطاوا. يعني شيخ 20 عالم، 20 عالم كلهم يخطئون بمكان واحد، كلهم من الشيخ الصدوق لحد المكارم الشيرازي، هاي كلهم لعد علمائك يخطئون. فد مره بعد الما تتبعهم، الما تصدق بعد كتبهم، الما اصلا تصدق بالكافي والمجلسي، الما تصدق بكتبهم. مين قال لك انه هذول ما دلسوا كتبهم وما كذبوا وما اخطاوا؟ اصل هو هيعمل ايه الراجل، هيعمل ايه يعني؟ فعشان كده قال لك لا ما بس هو تدخلش الكتبي، ما تدخلش الكتبي. يا ابن الحلال، يا ابن الحلال، المفروض قبل ما تدخل مناظره خش مناظره مش موجود في كتبك شيء منها. يعني ما تعترض على شيء هو اساسا موجود في الكتب عندك، عشان ما يبقى مش منظرك زي امبارح. يعني سبحان الله، يعني انا والله استحي ان انا يبقى عندي تقسيم التوحيد واروح، ولكن هو اساسا ما كانش يعرف ان الحاجات دي موجوده في كتبه، فكان دايما يطلع في البثوث وفي البثوث بتاعت الشباب الصغير ويقول لهم على تقسيم التوحيد وبتاع، وفاحدين حتى كمان الاسئله اللي هو بيسالها اسئله عبيطه جدا، اسئله عبيطه جدا، عايز يبين للمشاهد، بيقول له يا مشاهد ان تقسيم التوحيد ده غلط، تقسيم التوحيد ده غلط، وهم كده قسموا العقيده والعقيده لا تقسم. هو عايز يقول كده، والغبي ما مش فاهم ان دي التقسيمات دي لتسهيل الموضوع. لذلك انا ضربت له مثال بالمسلم امبارح، وضربت له مثال بالسرقه، قلت له دلوقتي هناك شقه سرقت، فجاءت الشرطه عايز تعرف السرقه اللي حصلت ديت من الباب ولا من الشباك، لكن في الاخر هي الشقه تضم ايه؟ تضم الشباك وتضم الباب، فالباب مش خارج الشقة ولا الشباك خارج الشقة، الاتنين جوه الشقة. بس الشرطة عايزة تعرف انت لما حضرتك كسرت الشقة او عملت الشقة، كسرت الشقة من الباب ولا كسرت الشباك ودخلت؟ كذلك اقسام التوحيد: ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. طب دول كده الحمد لله رب العالمين موحدين، دول كده موحدين الحمد لله رب العالمين. طب امال هم مشركين ليه؟ لأنهم وحدوا الله عز وجل في باب
ولكنهم كسروا التوحيد في الشباك. الله يحفظك يا شيخ. الله يستعد. شيخنا والله عجيب عجيب، حتى انا مرات من ادخل وياهم حوار، جماعته هذول زعاطيط المراهقين، من ادخل معهم حوار ما يعرفون يردون على كتبهم، عندنا اكثر من روايه طرح عليهم لا يعرفون يردون عليها، عندهم فقط اشكالات يردوها علينا في كتبنا، ونحن بكل قوه نرد عليهم، وعندما نعطيهم روايه في كتبهم لا يعرفون يردون علينا. بالظبط. والله عجيبين يعجبوننا. لا وبيقول لك انت طفرت الكتب السنيه الشيعيه، يا عم روح نظف كتبك الاول وبعدين يبقى تعالى، منظرك بقى وحش، منظره بقى وحش. روح نظف كتبك الاول وبقى تعالى، ما تعترض على شيء موجود في كتبك. اي انسان امبارح فاهم سيعلم انها هزيمه ساحقه، هزيمه ساحقه ماحقه. ده في بدايه المناظره لما بيقول لي لا ما تدخل في الكتب الشيعيه، ولو عايز بعد كده نعمل في تقسيمات التوحيد، فانا جيت في الاخر وقلت له خلاص يعني، لو هو بيقول لي لو عايز نعمل في تقسيمات التوحيد بس في يوم تاني عند الشيعة، فانا اخر المناظرة بقول له طب اتفضل الان نحدد الموعد في تقسيمات التوحيد، قال لك عند الشيعة، قال لك لا، وقعد يتهرب. يا جماعة الخير انا قلت لكم ان هو امس هو ما بيكلمنا ولا بيسمع لنا، يعني هو ولا بيكلمنا ولا بيسمع منا، هو كلها شوية الشباب الصغير دول اللي هم دايما انمي ومش عارف ايه، اللي بيقعدوا يتفرجوا على سبيستون دول لممهم وراه وخلاص على كده. لذلك حتى في نص المناظرة الراجل المحترم النصراني امبارح قال يا جماعة ما حد يخرج بره المناظرة، طرح كلمتين قام طالع، وهو قاعد تقول لي تناظر مش عارف مين وقفلنا ملفك وقفلنا مش عارف مين، هو تفكر الكلام ده ليا انا ولا الجمهور قال السنة يا جماعة، هو مش عارف يعمل ايه، فقال لك اسخن الجمهور بتاعي شويه الشباب الصغير ده اسخنهم يعني كأن انا انتصرت في المناظره. فالله المستعان، فهنعمل ايه؟ امخاخ.